بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وآمنوا بما وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم اتبعوا الباطل وأن الذين كذلك يضرب الله للناس أمثالهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فشدوا الوثاق فإما وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولكن ليبلو بعضكم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم ويدخلهم الجنة يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم يا
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم كمن زين له سوء
مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فهل ينظرون إلا فقد جاء أشراطها فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فأصمهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر قالوا
قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وكرهوا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم فلو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا وصدوا عن وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.